نبدأ جولتنا من صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت علماء يطورون تاتو ذكي جديد مطبوع بتقنية 3D. مكنت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة الباحثين من إنشاء وشم حي مؤقت يستخدم الحبر المصنوع من الخلايا الحية المبرمجة وراثيا والتي يمكن أن تضيء استجابة للمحفزات المختلفة. والوشم المؤقت يمكن أن يتطور ويمتد مع الحركة الطبيعية للجسم. صحيفة الوئام السعودية عنونت إطلاق أول سماعة ذكية مستقلة تؤدي جميع وظائف الهاتف. صممت شركة أمريكية أول سماعة مستقلة لا تحتاج لهاتف ذكي تمنح مرتديها القدرة على إجراء مكالمات هاتفية وإرسال واستقبال رسائل والاستماع إلى الأغاني، بالإضافة إلى تأدية أكثر من 1500 مهارة عبر أمازون إليكسا بواسطة الأوامر الصوتية. إلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت جزيرة في الكاريبي للبيع بعملة بيتكوين الإلكترونية. عرضت شركة بلود باي جزيرة في الكاريبي للبيع مقابل 600 بيتكوين والتي تساوي حاليا ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي. وقالت الشركة إنها لن تقبل سوى هذه العملة الافتراضية مقابل بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 13 فدانا على الجزيرة الاستوائية. وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت اكتشاف أبعد وأكبر ثقب أسود في الكون. اكتشف العلماء بقايا نادرة من الكون المبكر وهو أبعد ثقب أسود معروف إلى حدود الساعة، حيث يتميز بكبر حجمه بشكل مثير. وذكرت وكالة ناسا أن كتلة الثقب الأسود تقدر بحوالي 800 مليون ضعف من كتلة الشمس، وأنها نمت بشكل غير متوقع في 690 مليون سنة.